اصحى يا نايم وحد الدايم الحاضر يعلم الغايب الشيف يوسف ومعلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الاطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني. يلا تفضل صحينا. تفضل شيف يوسف. يلا احلى مسحرات. احلى مسحرات. تحدي اليوم حنعمل مكرونه بشاميل. طبعا البشاميل عاده بيعملوه مكرونه ودجاج مع صلصه البشاميل، بس انا صراحه ابتكار من عندي، ضفت الخضار عشان اولادي ما بناتي ما يحبوا الخضار، فصرت اضيف الخضار في المكرونات والاشياء. مكرونه بنيه اكيد، خلاص اتعودنا مكرونه بنيه ورز بني. عندي حليب قليل الدسم، هستخدم حليب قليل الدسم لانه ححط موتزاريلا فيها، ففيها دسم، فما نبي دسم ودسم حنصير دسمين يعني. فعندي موتزاريلا وتشيدر، جبنة تشيدر كلها تكون مبروشة، دقيق، بصل، أوريغانو عبارة عن زي الزعتر الإيطالي، ححط فيها تحب الشطة الحارة، شطة حارة، زبدة زي ما قلت، حضيف بروكلي وحضيف كمان فلفل رومي، وعندي الدجاج مقطع. طبعا عندي المقلاية هنا، عارف أنها حارة لأنه صارت حمرة النقطة اللي في النص، عرفنا أنها صارت حارة. وشو اسم الأكلة؟ بشاميل، باستا بشاميل بالخضار. هيدي قلت لي بريكولي بروكلي. بروكلي بروكلي ما هي ارنبيط؟ لا ارنبيط ابيض. وكل عمرنا نحن وصغار نعرف انه هيدي اسمها ارنبيط. كذبوا عليه. حنضيف البصل. ايامنا ما كان في منهم هدول الاكلات. ايه ما في الاكلات هيدا ابدا. انا امبارح اخذت اكل من عندك واكلوهم الاولاد. ايه ومرتي. إيه؟ يا بيي شو انبسطوا فيهم؟ انبسطوا. طب حلو. ايه بس خالت انا ومرتي. ليه ما بتعرف تطبخي مثل الشيف؟ شو قلتي مرتك انت طبختها ولا انا؟ ما تحشرني كثير بالسؤال. حضيف الفلفل، حقطع الفلفل الرومي. وممكن نضيف اي نوع من الخضار، ممكن جزر او غير البروكلي الارنبيط اللي انت تقول عليه. اي شيء تحبوه. أرنبيط. خلاص نسميه أرنبيط. أوكي خلاص أرنبيط أخضر. بس أنا بعرف الأرنبيط أبيض. هيدا حطيت له تلوينة. وأنا قلت لك بروكلي. حط له شو بدك تضرنا؟ حطيت له تلوينة. لا كزبرة. ملونه. ما بتعرف البروكلي؟ مش عارف. أنا بعرف الأرنبيط. وهي الأكلة شغل وين؟ إيطاليا برضو. آه تليانية كمان. ها إيطالية. آه من عند باولو روسي. يوم الفوتبول تعملها. هنضيف البروكلي وحوري كمان التحدي، انه تحدي اليوم انه حستخدم نفس المقلاية. عادة لازم نستخدم مقلايتين عشان نعمل البشاميل، صوص البشاميل يعملوه في مقلاية وبعدين يعملوا الدجاج مقلاية ثانية. حوريك كيف ممكن نعملها في مقلاية واحدة. حس هالمقلاية لها عدة استعمالات كثير. اي شيء فيك تعملها في المقلاية. يعني اذا تأخرت انا على البيت مثلا ما فيك تجيب فيها. هنضيف شوية ملح. وبدها وقت كثير لتخلص؟ لا تقريبا هنا خمس دقائق، وبعدين الصوص البشاميل ما ياخذ وقت كثير، دقيقتين ثلاثه. الصوص البشاميل المكون من الدقيق والزبده نفس الكميه، مثلا 100 جرام دقيق تكون 100 جرام زبده. حوريك كيف نعملها دحين. واذا حطينا دقيق كثير شو بيصير؟ ما بتزبط. تنتزع. نزعتها. حضيف الفلفل الحار. ايه كتر كتر حار. بدي ذوقهم لمرتي لان كده خلاص. لما حنرجعها في المقلاية ححطها دي على جنب. تعرف شغلك اكتشفت انه ستي كانت تعملها. ها هذه كمان؟ ايه كيف تعملها كانت؟ ايه بس كانت تعملها مع الارنبيط.
مع الأرنبيط مع الأرنبيط إيه مع الأرنبيط أنا بعملها مع البروكلي. القلاية حارة حنحط فيها الزبدة نضيف الزبدة بعدين نضيف الدقيق زي ما قلت لك تكون نفس الكمية إذا 100 جرام زبدة 100 جرام دقيق وبنخلطهم بصير طباخ نخلطهم مظبوط وزي ما قلت نتأكد إنه نستخدم حليب قليل الدسم لأنه في جبنة في الطبخة فما نبي نكون دسمين كثير يعني هذا اللي حيتقل هذا أساس البشاميل بنعمل بالدقيق والزبدة هذا اللي يتقل الحليب عشان يخليه يكون صوص تقيل ها أقول لك مشان هيك أنا مرتي ناصحة ما فيني أجاوب كل شيء بتاكله بدسم طب قلل من الدسم لازم نجيب قليل الدسم قليل الدسم نتأكد بس أنه نطبخها تقريبا لمدة دقيقتين لما الدقيق يكون انطبخ لأنه أكيد إذا الدقيق ما انطبخ حيدي طعمه مو طيبة وممكن يحط في الحليب نفسه يصير فيه حبيبات دقيق يعني فنتأكد أنه نطبخها ما نستعجل الطبخة كلها ما حتاخد زي ما قلنا 10 دقائق تقريبا نجيب الحليب واشتد ثم ارتد إيه أوه نخلطه ونخلطه شفت كيف شد على طول؟ أنت أشطر من مرتي بالطبخ وإذا شفناه أنه شد كثير نجيب حليب كمان على حسب الكثافة اللي أنتوا تحبوها بس لازم يكون يعني مشدود شوية ايه والمكرونه امتى بنحطها شيخ؟ المكرونه اصبر عليها شويه بس الصوص اتقل شويه حنحط المكرونه وحنحط باقي المكونات اللي طبخناها الخضار والدجاج بس لازم نستنى هذه بس تشد شويه وحاطين ارنبيط حاطين ارنبيط اخضر بروكلي تعلمها ارنبيط بروكلي الحين حنضيف الخضار والدجاج حخلي لك شويه عشان تاخذها البيت معك هذه لك حضيف المكرونة دحين إجا البطل إجا البطل ممكن هذه يكفي 4 أشخاص أو 8 أولادك 8 كلهم نطفي الحرارة نجيب الصحن بعد ما نكون خلطناها كلها مع بعض هناخد الكمية اللي نبغاها طبعا زي ما انت شايف الوان يعني تفتح الشهيه اكيد مزبوط وخاصه الارنبيط الاخضر مصمم ارنبيط انت ضيف شويه كمان واخر شيء هنضيف الجبنه ممكن نضيف الجبنه كمان في الصلصه اذا حبيته ما تفرق بس هتدي كمان لون مختلف شويه على الصحن ألوان زيادة يعني ألوان قوس قزح حبايبي هنجيب شوية من الأوريجانو هنرشها عليها وزي ما شفنا تحدي اليوم كان بشاميل عملناها في مقلاية واحدة الدجاج وصلصة البشاميل كمان عملناها في مقلاية واحدة أنت أكيد حتجربها أنتوا جربوها راح تعجبكم وشوفونا في حلقة جاية من الرجل ومقلاة تيفان شباب المدينة الكرام ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلية تفال واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر يا اهالي المدينة الكرام